الحمد لله الاغنيه جيو دي غوتور زوينين من عند الناس، دابا حققت 3 مليون المشاهده في 2 سيمانات. الحمد لله صافي بليزير، ونتمنى من الله تكون عجبات الناس ومجال اللي جاي افضل. كواليس كنا في واحد لوطيل اللي كنا كنصوروا فيه، وجلسنا فيه شي 5 ايام مجموعين. هذوك 5 ايام راه ما نقدرش نوصف لك، كلها كواليس، كلها ضحك، كلها نشاط، داز ازواق زوينه بزاف بزاف بزاف. ما حسيناش كاع بالتورناج، وكان واحد الانسجام ما بيننا بين المجموعه، ومازال حوايج اخرين ان شاء الله جايين غادي يكونوا ان شاء الله، نتمنى من الله احسن. الفكره جات في اخر لحظات، والله جات مع 3 ايام قبل التورناج. عاد فكرنا نديروا لا كاسا ديال بابيل، كانت الفكره ديال الكليب ديال غادي يجيو صحابي غيهربوني من الدار، ودرنا ملي فكرنا في شكون اللي كيهرب وهذا، فكرنا في لا كاسا ديال بابيل نديروا شي حاجه جديده. ملي يسهل الله مرحبني، يسهل الله داكشي ديال ربي من المكتب داكشي، ان شاء الله ملي كتب الله تشوفوني عريس وتحضروا العرس وتجيو. عجبوني بزاف، عجبتني سلمى رشيد ديال طوطو، عجبوني بزاف الاغاني. ما عقلتش دابا على كل شيء، ولكن هادو اللي عقلت عليهم دابا. مزيان سعد مجرد ديما كيجيب شي حاجه جديده، ديما كيجيب ستيل جديد، هادشي اللي واعر في ديك السيد بزاف. ديك الفنان ساكو حاجه ما كتشبه الحاجه، ضروري خص الواحد يغير، ضروري هو راه ذكي بزاف، هذا ذكاء اللي كل مره كيجيب حاجه. فالنجاح ولا ماشي النجاح، راه كنظن كاين واحد الفئه اللي عجباتهم بزاف، اللي واقيلا هو سيبلاهم نيت بديك الاغنيه. كنقول لكاع الناس اللي كيتابعوني في الدار، الله يخطيكم عليا، وكونتيني ا مو سويفغ، الله يخطيكم، وديما راه غتلقاو الجديد هنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.